مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده هنجرب اغرب عدسات. الابتسامه العريضه والانشكاح ده مش من فراغ. عدسات النهارده عدسات الانمي، ما هي كده، عدسات بينك، عدسات موف. يا ترى هيبقى شكلي عامل ازاي بالعدسات البينك؟ تخيل لو كان حد عينه بينك بجد. طب يا ترى هيبقى شكلهم غريب؟ هو اكيد هيبقى شكلهم غريب. هيبقى شكلهم بقى مرعب ولا كيوت؟ ده اللي هنستكشفه الان. لايك للفيديو، سبسكرايب لو لسه ما عملتيش سبسكرايب، وفعلي الجرس. مش ماسكه سلاح، ويلا بينا نبتدي. بصوا معايا النهارده اربع عدسات، ثلاثه منهم بتاعه الانمي وواحده مش بتاعه الانمي، وجايباها للوك معين. الباقيين بقى مش جايباهم للوك معين، جايباهم اجربهم بس. يعني انا فاكره ان كان في فيديو كنت عامل لكم اغرب عدسات مرعبه، وقعدت اقول لكم هعمل لوكات فاتين. انت نمت ونمت بعدها ما عملتش حاجه. فالمره دي انتوا هتشجعوني وهتقولوا لي هعملي لوكات، وهتبعتوا لي لوكات على الانستجرام عشان اقلدها. يلا نبدا بالمرعب الاول ولا بالانمي الاول؟ خلينا ندخل على المرعب الاول ولا الانمي الاول؟ صراحه هدخل على اكتر عدسه انا متحمسه لها، البينك. نسيت قلت لكم في كل فيديو هطلع اسئله وارد عليها او كومنتاتكم، واطلعها على الهواء مباشره زي ما طلبتوا مني. تعالوا دلوقتي نرد على سؤال. اول سؤال، الفاونديشن مناسبات ولا استخدام يومي؟ وهي بتتكلم عن الفيديو اللي كنت عامله فيه ميك اب واسئله. الفاونديشن كان برجوه هيلثي ميكس، وهو استخدام يومي لانه خفيف جدا على البشره ومناسب لكل يوم. السؤال اللي بعده، اعمل لنا ريفيو يا مها على منتجات كيكو، بنحبك وانا بحبكم جدا جدا جدا. لو حابين ان انا اعمل لكم ريفيو عن المنتجات بتاعه كيكو، اكتبوا لي كومنت وقولوا لي انهي منتجات بالظبط اللي حابين ريفيو عنها. عشان تعرفوا ان انا مظبطاكم، قلت مش هرد على سؤالين بس، هرد على اربعه سؤالين بقى التانيين من الفيديو اللي قبله بتاع الريزن. بتسالني ممكن تقولي لنا مصادر نتعلم منها؟ بصي يا روان، لو فتحتي على اليوتيوب كتبتي ريزن ارت في السيرش هيطلع لك كل حاجه عنه. على الانستجرام، على التيك توك هتلاقي فيديوهات كتير وشرح كتير لعرب واجانب وكل حاجه. ونيجي بقى لاخر سؤال، وهي مش سؤال، هو معلومه من مخالد، بتقول لنا لازم تنتبه انه الحوامل ممنوع يشتغلوا بالريزن. فده حقيقي وانا نسيت اقوله لك، فشكرا جدا يا مخالد عشان لفتي نظري لهذا الموضوع ان انا اوضحه علشان ما حدش يشتغل وهو حامل. وبس كده، لو حبيتوا موضوع ان انا ارد على اسئله اكتبوا لي كومنت وقولوا لي، وهسيب لكم لينكات الفيديوهين اللي انا جاوبت عليهم تحت في الديسكربشن. يا شكلها غريب قوي. انا هحط لكم الصوره بتاعه الانمي وهي عليها العدسات. بحاول افتحها من ناحيه وهي اصلا مفتوحه من الناحيه الثانيه. شكلها غريب قوي وكبيره، كبيره قوي. ايه ده؟ ومتحدده باسود. انا حاسه انها هقلب كرتون. مش محتاجه تبقى عنيفه كده. يا اختي، هل نحن نملك الصحه؟ شكرا. نفس الغباء، هي مفتوحه من تحت وانا بحاول افتحها من فوق. ميرسي يا عطر طشا، ميرسي يا قمر. يا جماعه شكلها غريب قوي. بسم الله. هو انا هبقى شايفه وانا لابساها صح؟ ايه ده؟ دي لايقه مع الطرحه. شكلها غريب. استنى ما نحط الثانيه. اوعي تطرطش، مش عايزين قله ادب. بسم الله. ازاي بقى بسرعه؟ هو انا اتوترت ليه؟ شكلها وترني. لا 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 لا، هي كبيره، كبيره قوي. عايزه افتح عيني عشان هي كبيره جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ شكلي غريب قوي. هو انا شايفه بيها بس طبعا في اطار بينك شايفاه برده في عيني، يعني انا شايفه اطار بينك في عيني بس شايفه. ايه ده؟ شكلي بقى كرتون قوي. لا لا، دي لازم نعمل لها لوك، دي شكلها جميل. استنى اما نجيب النقطه دي نظبطها زي الثانيه. بصي والله لايقه مع الطرحه، نفس الوان الطرحه. يا الهي، لقد احببتها، انها جميله جدا. يا الهي، عيني لونها وردي. ايه رايكم؟ والله شكلها كيوت. تخيلوا مثلا لو يوم نزلت بالعدسه دي، رد فعل الناس ممكن يكون ايه؟ تيجي نعملها فكره فيديو وانزل اقضي يوم كامل بالعدسه دي. لو كنتم مع هذه الفكره لايك. اللي بعده، صراحه عجبتني البينك قوي، تعالوا دلوقتي نجرب الموف. انا حاسه انا ممكن انزل بيها عادي جدا. تخيلوا يبقى حد عينيه لونها بينك. سوسن، انا ماليش خلق للكلام ده، اطلع بسرعه. ودي اللي لونها موف، هحط لكم شكلها على الانمي. العلبه شكلها كيوت قوي. بسم الله. يا ترى انهي هتبقى اكيت، البينك ولا الموف؟ انا فتحتها منين؟ عشان ما تطلعش تاني. دي شكلها غد، دي عليها نجوم. عليها نجوم ودايره وحركات. دخلت صح. يا ماما دي وهي يعني، لا استنى اجيبها كده عشان الرمادي، وهي جايه كده تحس ان انا عينيا ممسوحه.
هي على الانمي انهي لون اللي فوق انهي اللي تحت؟ استنى ما اشوف. اوكي المفروض انا لابسها كده صح، الرمادي تحت والموف فوق. ايه شكلها وهي لوحدها كده تحس فيه رعب غريب. نلبس الثانيه عشان يشوف. لا 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 ما تتخلعيش ما تتخلعيش ما تتخلعيش يا ولية. بتتحرك تتحرك جامد ليه كده؟ لما عاد سترخ بس. اهدي كده اهدي اهدي اهو ترى. طب ما نخلي الموف هي اللي تحت يمكن تبقى احلى. الياني فرقت. وي لف 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 شكلها غريب. اهي دي شكلها ايه اشعرني. انا هخليها كده. لا البينك عجبتني اكتر اللي هو لا يعني البينك ممكن انزل بيها بجد. انزل بيها عادي. انما دي لا باين ان هي يعني فاهمه ممكن يقلعوا الشباشب ويدوني بيها يفتكروني ملبوسه ولا حاجه. وي ودي كده تاني واحده. يلا نجرب التالت. حاسه ان عيني سارحه كل عين في اتجاه. يا لهوي. ياه اللي بعده. اللي بعده لونها لبني كده في اسود. بس بقى بس بقى بس ايه هنا بقى كل حاجه بتطرطش عليا ليه؟ لبني وفيها نقطتين سود. ايه رايكم برضو؟ انا لا انا حاسه ان انا قلبي انغرم. ايه انغرم دي؟ بالبينك. حبيتها والله حبيتها. يا ريان دي اشمعنى كل عدسه تيجي فيها تقعد تتحرك كده؟ استنوا 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 استنوا. اوه ودي لو ما كانش فيها الفريم الابيض ده كان ممكن يتنزل بيها. هتقولي لي بنقطتين صوت في عينك غير النني؟ اقول لك اوكي عادي ايه مشكلة. خلقت ربنا. كرتون قوي. ايه اكتر واحده حبيتوها من الثلاثه؟ انا عند رايي حبيت اكتر حاجه البينك وبعديها دي. الثانيه حسيتها غريبه كده مريبه ومرعبه. انما دي يعني كلهم مش غريبين كلهم غريبين بس عجبتني البينك وعجبتني دي. ايه رايكم؟ وتعالوا لاخر عدسه بس العدسه الاخيره مش بتاعه الانمي العدسه الاخيره. ودي برضو شايفه بيها كويس. اخر عدسه واخر عدسه معانا. هي دي انا جايباها لانها صفرة. بص اول ما اتحطت في العين يعني بصوا لونها هنا لونها هنا اصفر فاتح بس عشان اتحطت على عيني وعيني غامقه قلبت اخضر. ما طلعتش مرعبه ولا حاجه. طبعا برضو ان هي انمي عادي مش رعب. حاسه ان في حاجه في الانمي برضو عينيها خضرة كده. لو لقيت الصوره هجيبها لكم. ايه رايكم؟ ايه اكتر عدسه حبيتوها؟ منوره قوي اخضرها منور مزرع قوي. حلو حلو انا كعاتشي في اتبسطت بالتجربه. حلو حب اجرب انا الحاجات الغريبه دي. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم اكتر عدسه حبيتوها او اكتبوا لي كل العدسات بس بالترتيب من اكتر لاقل واحده عجبتكم. وبس كده وابعتوا لي بقى لوكات عشان حركوني حركوني ابعتوا لي لوكات على الانستجرام كده عشان اتحرك واعملها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس وقولوا لي حابين نجرب ايه تاني غريب. هفضل اعمل كده. شايفين لون عيني ولا مش شايفينه؟ اخضر طبيعي مزرع طبيعي. وبس كده اشوفكم فيديو جديد. باي باي.